الله وعلى بركة الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم نحييكم من هنا من عمق ميدان سباقات الهجن، حيث الانطلاقة والتحدي تأتي مع البداية الأولى، حيث الشوط الأول الشوط الرئيسي شوط يزخر بالأسماء المميزة، يزخر بشعارات اعتدنا رؤيتها في أشواط التحديات الكبيرة، وأعني هنا أشواط الرموز، الأشواط الكبيرة التي دائما ما تحتضن الأسماء العملاقة. اسم واحد فقط هو ذلك الاسم المميز الذي سيعانق الناموس، سيحقق الانتصار وسيكسب الرهان في هذا الميدان وهذا الامتحان. أبدأ مباشرة لأجد هنا شجرة، من تتقدم من تتمركز على المركز الأول، هذه شجرة ما شاء الله تبارك الله بشكلها الممتاز بأدائها الأجمل تحتل المركز الأول. راشد بن حمد، بن راشد بن حمد الفزيرة من أطلقها في الصدارة في المركز الأول، تأتي رمعة على المركز الثاني بشعار صالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة، من ينافس شعاره ويزاحم على الصدارة مع رمعة دائما. أتابع المركز الثالث لأجد عبور العبور، من عبرت بدورها إلى المركز الثالث هنا بشعار زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، قدم العبور لتعبر إلى محيط المركز الثالث. أما المركز الرابع أجد تفجير، من فجرت أيضا مفاجأة في هذا الشوط وتريد أيضا تفجير المفاجآت من خلال أدائها القوي، علي بن أحمد بن علي بن محمد التميمي المتابع لتفجير ولانطلاقتها في هذا الأداء. المركز الخامس هناك الشاهينية حمد بن صالح بن حمد القمر النابت، ولكن حصل دخول من شعار الطاغي طاغي المضمرين حمد بن علي بن حمد القريصي من أطلق مواري في المركز الخامس. هذه نتيجتنا، هذا هو نداؤنا الأول للخمسة الأسماء الأولى بمتابعة وأيضا برصد لبقية الأسماء التي لم يحن موعد دخولها. أعود من جديد إلى رمعة، رمعة التي أطلقت الرمعات هناك على البداية وعلى الصدارة، صالح بن حمد بشريدة المري يتابع رمعة، ينطلق مع رمعة منذ أن كانت في سن الحقائق وها هي اليوم في سن الحيل تحتل المركز الأول. الفائزة تليها في المركز الثاني، يتابع تابع الفائزة أو شقرة عفوا اللي هو راشد بن حمد بن راشد الفزيرة. أما المركز الثالث تتقدم مواري ويتقدم معها الطاغي حمد بن علي بن حمد القريسي، شاعر طاغي مضمر طاغي مالك طاغي، لا يريد إلا الناموس، هو طماع في هذا وهو طمع مشروع، يحتل مع مواري المركز الثالث. أما المركز الرابع أرى التقدم هنا من قبل الشاهينية حمد بن صالح بن حمد القمر النابت بقيادة مزعج المضمرين عتيق بن حمد بن قريع المري، من يتابع الشاهينية وأيضا ينطلق معها في محيط المركز الرابع. أرى المركز الخامس هنا شعار صائد الرموز يقدم العبور وتعبر العبور أيضا في هذه الرحلة الصباحية، العبور بقيادة زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. هذه نتيجتنا وهذا هو نداؤنا الثاني، ومن هو تحول هناك مباشرة إلى المقدمة وإلى رمعة، ما زالت رمعة إذن تنافس على الصدارة تزاحم شقرة ومواري، ولكن المركز الأول حتى الآن مسجل باسم رمعة، مسجلا بشعارها وبألوانه الزاهية. هنا رمعة
معه. ما شاء الله، وينك يا سالم يا بن ثامر يا القحطاني، مقدم برنامج رمعة لتحاور رمعة لتأخذ رمعاتها، لتأخذ محاولتها لحل اللغز، حل لغز الناموس. سبق الهوان، حققت الرمعات الجيدة وحلت الألغاز في نواميس أشواط ماضية، والآن هي في صفحة جديدة مع سن جديد وتطلعات وأحلام جديدة. هذه رمعة إذن لسالم بن ثامر القحطاني، لا لبو شريدة، هذه لصالح بن حمد بو شريدة المري. اعذرنا يا القحطاني. أما المركز الثاني فتتقدم فيه مواري لحمد بن علي بن حمد القريصي، من يتابعها ويرافقها ايضا في المركز الثاني. المركز الثالث شقرة، الان اخذت وضع التهدية شقرة، وانتظروها، انتظروا شقرة اللي تحتل المركز الثالث، ولا تقولها شيء الفزيرة، خلها مرتاحة، وايضا موقعها ممتاز. الان في المركز الثالث لراشد بن حمد الفزيرة اللي يتابعها في المركز الثالث. بينما المركز الرابع، الله يا سلاطين، وصلت سلاطين في اول اذاعة واول انطلاقة لها بشعار بن جبرين، تصل حمد بن سليمان بن حمد بن جبرين يتابعها، وشعاره شعار غني عن التعريف. بينما المركز الخامس، هذا هو شعار القمرة، يحتل المركز الخامس مع الشاهينية لحمد بن صالح بن حمد القمرة بقيادتي ومتابعة مزعج المضمرين عتيق بن حمد بن قريع المري. هذه النتيجة، ومرة أخرى ما زالت رمعة تضبط إيقاع المنافسة، ما زالت تعزف على ألحان صدارة الشوط الأول الشوط الرئيسي. المركز الثاني مواري ومواريها مواري سبق، ومواريها مواري طيبة. هذه مواري الآن بدأت تتقدم شيئا فشيئا، شوف الضغط على رمعة من قبل مواري في طريقها للتغيير، وبالفعل تغير الآن لتستلم مقدمة هذا الشوط، لتكون الانطلاقة طاغية مع الطاغي حمد بن علي القريصي. المركز الثاني شقرة، الله يا شقرة، تحتل المركز الثاني راشد بن حمد بن راشد بن حمد الفزيرة يتابعها في المركز الثاني. المركز الثالث رمعة، صالح بن حمد بن شريدة. أما المركز الثالث إلا والرابع هنا سلاطين، ولكن تقدمت في هذه اللحظات الشاهينية لحمد بن صالح بن حمد القمرة بقيادة عتيق بن حمد بن قريع. وفي المركز الخامس سلاطين لحمد بن سليمان بن جبرين. هذه مشاهدينا ومتابعينا الكرام لحظات الحاسمة واللحظات النهائية في الشوط الأول في الشوط الرئيسي، والمتابعة مع مواري وحمد بن علي القريصي ما زال متصدرا. الشاعر هنا يكتب بأبيات مميزة، يكتب بأبيات جميلة في الشوط الأول في الشوط الرئيسي. وينكم يا أهل الكرعانة؟ تابعوا مواري وتابعوا القريصي في هذا الانطلاق. المركز الثاني شقرة، راشد بن حمد بن راشد الفزيرة. المركز الثالث رمعة، صالح بن حمد بن شريدة. ازداد الشوط هنا في ضغطه وفي تحدياته وفي انطلاقاته. الشاهينية على المركز الرابع، حمد بن صالح بن حمد القمرة، سلاطين على المركز الخامس لبن جبرين. ولكن اعود الى مواري، اعود الى حمد بن علي بن حمد القريصي. الطاغي هنا يطغى على الجميع في انطلاقته وتحديه. مواري على المركز الاول، المركز الثاني شقرة، شقرة ومزعج المضمرين يقدم الشاهينية في المركز الثاني. وصلت الفائزة الآن إلى المركز الثالث، صاحبة العروض المميزة الفائزة أحمد بن مساعد بن مسعد العازمي. هذه الخطيرة، هذه التي توجت بنقطة الشوط الرئيسي في السباق الماضي، عادت الفائزة من جديد، سلالة الفائزة، سلالة فائز هجن الشحانية. الله،
يا العازمي احمد بن مساعد بن مسعد العازمي يقدم الفائزه ليكسب الرهان في الشوط الاول الشوط الرئيسي مع الفائزه ما شاء الله. ومشكور يا العازمي على هذا التحدي. المركز الثاني جاءت فيه الشاهينيه حمد بن صالح بن حمد القمر. المركز الثالث شقرة لراشد بن حمد بن راشد الفزيرة. المركز الرابع كان مع أسيل لعبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي. والمركز الخامس جاءت فيه مواري لحمد بن علي القريسي. مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء حفلنا الكريم أينما كنتم هكذا اشتدت المنافسة وجاءت الفائزة في لحظات الحسم ولحظات القوة جاءت بعزم من حديد جاءت لتقدم الجديد هنا في ميدان التحدي لتنقل السلامات إلى الأشقاء الأعزاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. إذن منافسة كانت في الأمتار الأخيرة دارت رحاها بين الفائزة وما بين شقرة أو بين الشاهينية وشقرة، إلا أن الفائزة هي من جاءت لتقلب موازين الأمور رأسا على عقب وتنتزع الناموس كاسبة نقطة الشوط الرئيسي. توقيت الزمني 9:44 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكها أحمد بن مساعد بن مسعد العازمي. أما المركز الثاني فكان من نصيب الشاهينية بتوقيت زمني مقداره 9:46 76 من الثانية. تهانينا والناموس للسيد حمد بن صالح بن حمد القمرة والتهانية للمضمر عتيق بن حمد بن قريع. أما المركز الثالث فجاءت في شقرة ما شاء الله على شقرة وعلى انطلاقاتها قدمت الأداء الممتاز وتوقيتها 9:47 27 من الثانية. تهانينا لراشد بن حمد بن راشد بن حمد الزيرة.